حياكم الله أعزائي المشاهدين. وايد صرنا نشوف فيديوهات تداول على مواقع التواصل الاجتماعي وتنتشر بشكل واسع على أنها فيديوهات لأشخاص معينين، واللي يشوف المقاطع ما يقدر يميز الوجوه البشرية الحقيقية عن المزيفة اللي يتم إنشائها بواسطة تقنية التزييف العميق. سماح، أكيد وليد، فعلا أكيد مشاهدينا، وفي الآونة الأخيرة بالتحديد أظهرت التقنيات الحديثة قدرة الذكاء الاصطناعي على إنشاء صورة بشرية شكلها طبيعي جدا. لكن عشان شيء نحن اليوم نحتاج أن نحن نعرف ونثقف أعمارنا ونتعرف كيف نميز ما بين أن هذا فيديو مزيف بالذكاء الاصطناعي ولا هذا فيديو طبيعي، وفي الفيديو ناس مظلومين ما لهم خص. بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع مشاهدينا من خلال ضيفنا في الاستديو الأستاذ جاسم خادم، مهندس أنظمة أمنية. مرحبا بك أخوي جاسم، حياك الله ويانا في مستر دبي. نحن فيك ولا ولا ذكاء اصطناعي ولا أصليين؟ الله يحييك، أول شيء جزاك الله خير على المقدمة الطيبة. والله شوفي، التزييف العميق أصبح فعلا عائق، لكن إن شاء الله في خلال هالحلقة بنعرف الناس كيف ممكن يعني يتعرفون على الأمور هاي. تمام وليد. في الوقت يعني نشوف الفيديوهات المتداولة، زين، كيف نعرف الفيديوهات المزيفة من الفيديوهات الحقيقية؟ الحين حتى على فكرة نحن نشوف في فيديوهات مثلا لشخصيات شكسبير وغيره يبونه كذا وهو يتكلم كأنه، تقول يا ربي ها كيف يعني، كيف التقنية هاي لهاي الدرجة ان الواحد يعني قدر، او الذكاء الاجتماعي الذكاء الاصطناعي انه قدر يجيب شخصية اصلا وتخلي الشخص هذا يتحدث؟ شوف أخوي وليد، أول شيء بنشرح آلية عمل التزييف العميق. كيف التزييف العميق ما يقدر يخلق يعني شخصية وليد أوت أوف نوور أو من خياله مثل ما أقول، عرفت؟ لازم يكون عنده معطيات. المعطيات هاي وين يأخذها؟ من خلال مشاركتك أنت، الأشياء اللي موجودة في الإنترنت، أو مثلا حد شارك معلومات عنك. فهني يجي دور، شو دور البصمة الرقمية للشخص. شو هي البصمة الرقمية؟ البصمة الرقمية أي شيء أنت تشاركه عبر الإنترنت أو شخص يشاركه عنك، عن وليد مثلا، اسمه، عنوانه، صورته، صوته وإلى آخره. فالآن التزييف العميق أنا ما أقدر أسوي مثلا فيديو عن وليد أو عن الأخت سماح مثلا، أني أنا أعطيه كوماند أقول له ارسم لي مثلا سماح، إذا سماح ما عندها بصمة رقمية مثل ما قلت سابقا، ما في يعني كلام، ما في داتابيز يعني. بالضبط، يعني يبني على عدة بيانات، وكذلك كل ما زادت كمية البيانات والمعلومات اللي تحطها يعطيك فيديو أدق. فأنت تفضلت إن قلت لي كيف نحن نقدر نميز. التمييز الآن أمانة صار صعب جدا، صعب جدا بالنظر يعني مثل ما تقول من غير استخدام تقنية. ليش؟ لأن أصبحت المعلومات متوفرة أكثر عن قبل. قبل عشان أنا أسوي تزييف عميق كنت أحتاج يعني معلومات فما أحصلها بسهولة، لازم أدور في جرايد أو في مثلا وإلى آخره يعني. هنا الصور ما شاء الله الإنترنت بالهبل. بالضبط، أكتب وليد مثلا أو أكتب سماحة أو أكتب طلعت الصور، طلع لك صور أنت ناسنها أصلا. بالضبط، تقولها كيف زين. نعم، فبالتالي أنا سويت فيديو، وهالفيديو بقول لكم عقب كم استخدمت عشان بس أطلع هالفيديو. حب نشوف وياك باش مهندس هذا الفيديو، أكيد بنتعرف على المزيف والأصلي والتقليدي نقدر نقول. شوف وياكم مشاهدينا هذه الخاصية لا تفعلونها. أوف، لا تفعلونها. أنا أقوله وأنا مسؤول عن كلامي. السبب إن إذا فعلت خاصية الـ OTP عن طريق الواتساب، من فعل خاصية الـ OTP عن طريق الواتساب؟ هذا روحه موضوع ثاني تكلمنا فيه الأسبوع اللي طاف وسوى الضجة. الناس شوية فهمت الكلام غلط، ليش؟ أنه ما كان وقت البرنامج يسمح إن نحن نشرح بشكل مفصل، لكن بس بشكل سريع بشرح عشان إذا حد ما فهم الموضوع. أنا قلت لا تفعلون الخاصية اللي الـ OTP اللي يوصلكم عن طريق الواتساب. يعني إذا يوصلك عن طريق الواتساب هذه لا تفعله، أو استخدم تطبيق ثالث اللي هو الـ App Authenticator.
التطبيقات اللي تسوي لك رموز سرية من خلال التطبيق في التليفون. بس حبيت أوضح هالنقطة عشان الناس بس توصلها الفكرة. نعم، موضوع الـ OTP. نعم. زين، الصورة يعني خلنا أقول لك تحمل تأثيرات عاطفية تخليك تصدق فعلاً أن يعني بسهولة أن هذا الفيديو مستحيل يكون مفبرك. كيف يعني أقدر أنا حين كشخص أميز؟ أحس وايد صعب خالد. شوف، مثل ما تفضلت قبل قلت لك الآن أصبح صعب جدا، بس أنا بقول لك نقطة واحدة عشان أبين لك مدى صعوبة التمييز بالنظر. يعني شوف الفيديو اللي سويته هذا خذ مني بالضبط نص ساعة. هو ليش أنت في الصورة يعني صورتين؟ الصورة يعني الثانية لو نشوف وياكم جماعة الفيديو مرة ثانية، أنا استغرب ليش أنت واحد اثنين. الحين بشوف أنا أنت يمكن بس مشاهدين ولا أنا ما كنت أشوف عدل الفيديو. هي شوف الفيديو، شوف اللي في الصورة الثانية عمار هذا. أوكي. لا وأهم شيء وهاي بعد صورتي بعد. هذا عمار اللي على اليمين. صح، عمار على اليمين. بس ليش الشاب هون هني؟ هو يمكن في شبه شوية لكن. يعني ها مو مفبرك. هذا مفبرك. على اليسار. كنا عمار حاط. على اليسار الحقيقي. أنت ولا عمار؟ لا الحقيقي أنا. لا أيوة. وعمار شو يسوي؟ مفبرك. مفبرك. إن على أساس إن التصوير هذا منو طلعه؟ عمار. أيوة. فأنا بس حبيت أوضح مقطع بسيط لأن عشان عامل الوقت بس ما كان في وقت، قلنا بنسوي بس فيديو وهذا فقط سويته يعني فبركه في الوجه بس، في الصوت وفي الملامح أكثر من كذي أنا ممكن أسويها. فبس بيان توضيحي إنه صعب إنك تفرق بين ويانا الصورة أخوي خالد. يعني شوف التشابه في الصورتين، يعني علق على المشهد نفس الساعة يعني خلنا نقول نفس كل شيء. كل شيء نفس الشيء بس شو الوجه شوي مختلف. شو يعني هو من بعيد ما يعني لازم تدقق عشان تعرفني إلى شخصيا. بس خالد شو العلامات؟ أنا كشخص عادي الحين مثلا على وسائل التواصل الاجتماعي تين يوميا مئات من المقاطع، يمكن الأشخاص يصرحون مثلا تصريحات خلنا أقول لك يعني ضد المنهج اللي هم ماشيين عليه مثلا. نعم. أنا كشخص عادي الحين جالس مجابل تليفوني كيف أميز؟ شوف الأشياء اللي ممكن مبدئية ممكن تستخدمها، أول شيء ملامح الوجه، حركة الوجه، الإيماءات اللي في الوجه، لأن هذه شوية صعبة إن تضبط 100%. لو تدقق فيها ممكن تشوف مثلا الكسرات، تشوف مثلا الأطراف في الوجه. الحين الفيديو اللي أنا سويته لأني أنا لابس غترة وعمار نفس الشيء كان لابس غترة، فيوم تيجي تركب وايد صعب إنك أنت تضبطها 100%. الأطراف هني بتبين في مثل غبشة مثل ما نقولها نحن. أثناء الحديث مثلا وأنا أتكلم لبسينج ما يكون دقيق 100%. ثالثا عندك أثناء الفيديو هو شغال تحصل فيه مثل جلتش استوى أو مثل حركة استوت في الفيديو، أنت هي ما تلاحظ إذا أنت مندمج، خاصة إذا أنا أعطيت الفيديو معلومة مثلا صادمة ما فيها ركز في المعلومة أكثر، عرفت أنت ما بتدقق. صح. ليش خاصة مثلا خلينا نقول مثلا حطيت فيديو حد يصرح يقول شيء مثلا نشوف الفيديو بالصورة فقط بدون صوت عشان نشوف نفس الشيء بس إذا تشوفين سماح إذا تشوفين صوب العين تقريبا. لا لو تسوون زوم، لو يستوي نسوي زوم على الفيديو ممكن ان انا اراويكم فرق وين انا صراحه لا اشوف ترى هو في فرق في الشكل يعني هو يعني في فرق بين خالد وبين عمار، لكن الوهله الاولى ما تشعر بهالفرق. لا بس انا اذا حطيت هالفيديو وكتبت ان مثلا عمار يصرح كذا كذا كذا، في فيديو ثاني ما ادري اذا الشباب عندهم اياه ولا عندكم الفيديو الثاني. انا اشوف الفيديو الثاني ما عندنا فيديو. هني انا بينت وين تقدر تشوف الخطا، انا تعمدت الخطا مش اني لا تعمدته، فبشوفون وين الاماكن اللي ممكن الواحد يدقق فيها بس. نعم للاسف الفيديو مو متوفر معنا. نعم احنا نتكلم الحين اذا مثلا فرضا على سبيل المثال واحد مثلا شال صورتي وحطها مثلا ويا شخص اخر. نعم. وطلع فيديو ان احنا نسولف وما شاء الله يعني وعايشين حياتنا سوالف وغيره. نعم. من خلال تقنيه الذكاء الاصطناعي اقدر يعني هو سوى شيء بالذكاء الاصطناعي. نعم. انا اقدر اكتشف الزيف من خلال الذكاء الاصطناعي؟ طبعا وفي برامج وفي تطبيقات، واصلا الان شركه مايكروسوفت قاعده تطور اداء يعني جباره في هالموضوع، لان اصلا الحكومات لازم تحارب هالموضوع. يعني الموضوع مو بسيط، احنا ياسين نتكلم على مستوى بسيط بس نعطي امثله بسيطه.
الآن أنا أقول لك بعطيك مثال ثاني. أنت أعطيتني مثلا قلت لي مثلا شخصيات مهمة. المشكلة مو في الشخصيات المهمة فقط، شيوخ الدين طبعا. إذا طلع واحد وحط تصريح الشيخ قال أفتى فيه، زين هذا أنت كيف؟ أنا وصلني فيديو من فترة عن ابن باز لاعبين في الفيديو، يعني الحرام حلله وحرمه والحلال، وخاصة الصوت سماح. يعني صعب جدا ترى. صح. لكن أنا أقول لكم وما نبغي، يعني ما نبغي نهول الموضوع عشان الجمهور بعد ما يفتكر أن الموضوع لا ومهول وشي. لا ترى في مثل ما في وسيلة دفاع في وسيلة هجوم، مثل ما في وسيلة دفاع في وسيلة هجوم يعني. فبالتالي كل شيء موجود، لكل داء دواء. بس نحن لازم يكون عندنا ثقافة. جذريات الثقافة يا أستاذ خالد، حتى لو نحن ما نعرف نفرق، يوم يوصلك فيديو خليه يوقف عندك. بالضبط. وجهه للجهات المختصة. هذه النقطة اللي فعلا أنا كنت بقولها، طبعا سبقتني أستاذة سماح جزاها الله خير، إن الفيديو أو أي ميديا يوصلك لا تمرره بسهولة. اصلا لا تمرر، ليش تمرره؟ صدق. بس ترى ليش تمرر؟ اقول لك خالد، ترى ساعات يمكن يعني انا كشخص عادي يوصل لي فيديو مثلا نصائح مثلا دينيه ولا شيء، مثلا توجيه بمناسبه مثلا يوم عرفه او يوم العيد وكذا، فانا ما بيس بدقق بالصوره. انا كشخص عادي يعني على طول بيوصلني والله انا بيحصل اجر انشر مثلا، وصلني خبر شيء كذي مثلا اعلامي من الاعلاميين مثلا ياس يتكلم ويتحدث، شفت شيء جميل طرشت. فما تحس الموضوع فيه شوي صعوبة أني أنا على كل فيديو خالد بيس أدقق؟ لا خلنا نشوف أن هذا يعني والله شوف وليد يعني أنا حقيقي ولا غير حقيقي وزي وذا. أنا شوي بختلف وياك في الموضوع. بقولك ليش الآن الإنسان موضوعي، لازم يكون موضوعي. صح. ولازم يكون يعني مثل ما تقول يعقل الموضوع قبل هذا، وبسيط ترى. ممكن أنك أنت تشوف أن هالمعلومة يعني حقيقية ولا لا، وتتأكد منها من مصادر ثانية رسمية. صدق. قبل تمررها. لكن إذا كانت أمور مثلا بسيطة أنك تتمررها أوكي، لكن أنا أتكلم عن المعلومات اللي ممكن مثلا فيها فتاوي، فيها مثلا أمور سياسية، أمور الله لا قال يعني مثلا ممنوعة أمنية. هذه يعني البلاد أيوة نعم يتأكد منها. نعم. يمكن هالملف طويل ويبغاله يعني وايد حلقات عشان نقدر حتى نوصل المعلومة والوعي للمشاهدين. لكن احنا اليوم شاكرين لك جزيل الشكر أستاذ خالد تواجدك ويانا في مستر بيه، وإن شاء الله مزيد من الحلقات لمزيد من الوعي والتنوير للمشاهدين. جزاكم الله خير. مشكورين. يعطيك العافية.